بالنسبة للقسيم الليلي هذه الحمد لله السرقة طبيعية من عند الله، ما كاين شي حد زعما دارها والله شي واحد جاب الماء والله جاب حوت، هذا الشيء طبيعي من عند الله. تكون هنا واحد البيرك لي لاك ديال الماء وعندهم علاقة بالبحر، البحر بينه معاهم 31 كيلومتر 31 كيلومتر، عندهم علاقة باللي ماغي باص ولا ماغي اوت، وهناك يعيش واحد الحوت صغير كياكل الخلايا الميتة لبا موغت بحال اللي كاين في الاسبان وفرنسا اللي كيخلصوا عليهم 10 مينوت كيخلصوا عليها 15 اورو. هنايا ناتوغال من عند الله عايشين، وفي جنبهم اللي صاب الموفو، هاد السبخه حنا كنقولوا السبخه باللغه الحسانيه هي اللي صاب الموفو، الرمال المتحركه تحت منها الماء، وكيجوا السياح الحمد لله هنايا من انحاء العالم، شي 70% ولا 75% سياحه داخليه، وشي ثاني اوروبيه، ونسبه قليله من الامريكيين شي 3 ولا 5%. والحمد لله الاجواء فيها زينه الحمد لله على طول السنه الحمد لله، الحوت الفيش بيليكير فيها على طول العام. بالنسبه لي لاك البريك كاين 3 دابا هنايا، وكاين شي 3 في الجنوب شي 2 كيلومتر من هنايا في الجنوب ديالنا، وهذا البريك متكونات قدام قدام ماشي شي حاجه حديثه قدام. احنا بالنسبه للنقاوه ديال البكه من الاولويات ديالنا، كننصحوا الكليان والسياح اللي جايين معنا كان مرشدين احنا الحمد لله، وعندنا شركه ديال النقل السياحي ترانسبورت تونسي، كننصحوا الزبائن ديالنا والسياح اللي ممنوع السباحه في هذا لي لاك، ممنوع شي واحد يرمي شي بلاستيك والله، ممنوع شي واحد يرمي شي كلينيكس البوبيل ولا شي حاجه، ممنوع منعا كليا. البرك اختصاص ديالهم انسان يجي يدير رجليه يدير البيديكور ديالو ياكل هذيك لي باموغت ويخلي بلاصتو نقي، يجي نقي ويخلي بلاصتو نقيه والكمال على الله. انا اول مره كنجي لهذه المنطقه، هذه منطقه رائعه في الحقيقه، بلدنا الحبيب غني يعني بالتنوع ديال الطبيعه ديالو، اي منطقه كتمشي لها كتحس براسك بانه بحال انتقلتي من قاره لقاره. الحمد لله الجبال الثلوج الصحراء، هذه الزياره هذه في الحقيقه تعرفنا عليها على المنطقه ديالنا على الصحراء المغربيه ديالنا، منطقه رائعه. اليوم جينا لهذه المنطقه هذه رائعه اللي هي فيها هذا الحوت هذا اللي كياكل الخلايا الميته، منطقه طبيعيه كدير البيديكور بشكل طبيعي رائع، يعني احساس رائع، مساج وفي نفس الوقت بيديكور. فعلا منطقة الداخلية مدينة سياحية، كندعو جميع المغاربة على زيارتها واكتشاف هذا الكم الهائل من المآثر وكذلك من المناطق السياحية. حنا كنتواجدوا الآن في سبخة إم ليلي، هي منطقة سياحية رائعة جدا، أول مرة كنجيو ليها في إطار تشجيع السياحة الداخلية. مساج طبيعي مجاني شي حاجة جميلة جدا جميلة جدا. بلادنا الحمد لله كتزخر بالمناطق السياحية الرائعة، وبعض المناطق اللي مازالت فياغج مازالت غير مستكشفة، كنت في هذا الإطار كنتمنى تشجيع السياحة الداخلية والنهوض بها، لأن فعلا المغرب غني وزاخر بمناطق جميلة مثل هذه المنطقة. اليوم نتواجد بأحد البرك الموجودة في الصحراء، بالفعل هي رائعة جدا. احنا بالنسبة لنا ما كنكتشفوش المناطق الداخلية عندنا في المغرب، كنحاولوا كنمشيو حتى لوروب باش كنشوفوا هذا الشيء. عندنا منطقة سياحية رائعة في المغرب، خصوصا منطقة الداخلة لديها مجموعة من الامتيازات، هناك عدة مناطق سياحية، واليوم كنتواجدوا بهذه البركة، سبحان الله هي منطقة رائعة رائعة جداً.